فريقين ما بده بأي شكل من الأشكال يتأخر بالنتيجة، بيعرف صعوبة العودة بالنتيجة وبيعرف صعوبة خسارة هذه المباراة، خاصة فريق طرابلس اللي حيتربك حساباته تماما. انطلاق من سليمان أبو الزمع، سليمان والحارس وسليمان، هو 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 سليمان 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 أبو الزمع أبو الزمع أبو الزمع، هو هو نجم طرابلس، هو نجم طرابلس، هو متعة طرابلس. حاول بالأولى التكتوك تصدى ومن ثم بالراس بالراس بالراس، أبو الزمع بيسجل بمرمى التكتوك، أبو الزمع بيعطي الأسبقية لمصلحة فريق طرابلس. واحد طرابلس لا شيء الحكمة عند الضيعة 40 من زمن المباراة، إذا غابت الأهداف ما لها إلا أبو الزمع بطرابلس.